لغزة طابع خاص. ضياء الزهري وخليل وأسامة عمر وعلاء خالد وكل الأصدقاء الأعزاء جدا في غزة. يا جماعة بتشوف لقطات تدمي بجد، وكمان تحسسك الناس دي على هذه الدرجة من القوة والصلابة، ربنا يحفظهم. جمهور الأهلي اللي بادل هذا الشعب العزيز الحبيب بحب في الاستاد وكله بيهتف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، تلاقي انعكاساتها في غزة لقطات قوض متحطمة، الحرب والقصف الغشيم الغاشم مهدمها، ويدوب سايب حتة محطوط فيها تلفزيون والناس قاعدة فوق الحطام بتفرج على ماتش الأهلي. يعني في وسط يعني لو لم تكن هذه اللقطة لكانت كافية للتعبير عن أهمية فوز الأهلي بهذه البطولة. شوفوا الأهلي بيسعد الناس دي قد إيه، شوفوا هذا الجانب من المتابعة في غزة. في مخيمات النازحين بغزة الجماهير تعشق الأهلي بطل القرن وتتابع النهائي برغم القصف. الحياة أقوى من إسرائيل. هذا هو الوسام الحقيقي الذي يجب أن يحتفظ به كل لاعب في النادي الأهلي ومسؤول وربما مشجع، عشان يعرف أنه يكفينا زهوا، يكفينا راحة بال، نكون جزء من سعادة ناس بتعيش أقصى ظروف على مستوى العالم.